بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اليوم الأحد 22/8/2021 يتم تحميل 18 طن القاهرة 4 طن، الدقهلية 4 طن، دمياط 2 طن، أسيوط 4 طن، المنيا 4 طن، وذلك لتسليمها إلى وكلاء المدريات. بسم الله الرحمن الرحيم. السائق منير مصطفى عبد المحسن، التاريخ 22/8 الموافق يوم الأحد، محمل الدقهلية 4 طن.